والدغبونه اشتم كانت مبلطه لو بس لا 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 ايش مبلطه نو كان كانت كلتها طراب ومنبلطه بيش بشتي صغ اي طين طين اي طين نلبس جزمه لما نروح للمدرسه وبالشتي كانت كلش بيغدي عندهم كنا نتعجب نخلي شويه ماي بالطاسه ونخليها بالسطح حتى نقعد نعينه ثاني يوم ثلج اي كانت كلش بيغدي بالشتي كلش كلش بيغدي كنا من اهم الاشياء اللي يعجبنا بالعماره وبغداد همين الجزر الاسود جزر اسود اي بلاك كنا نحكه بالحائط من الوسخ ماله وناكله يعني الجزر كان كلش كلش حلو بس ما كانوا يعني بتذان هون الجزر ما حلو لا الجزر كيف نهر دجلة كان كلش حلو الماي من نهر دجلة كان يعني يسقون بينه والأرض مالهم خصبة والجزر مالهم كلش حلو والفروت مالهم كلش طيبة وبها ريحي الخوخ من بغداد كنا نشتري خوخ كان كلش غالي يجي بركة 40 يوم ويطير وما ينبع إلا بالولاية كان الكيلو ماله ب 400 فلس بذاك الوقت انا من يعني قبل ما نطلع قبل 35 سنه ب 400 فلس كان عندي خياطه بالشورجة واروح لونيكي واشتري خوخ مثلا اشتري انا كيلوين ونص خوخ بدينار كنت اخليها بالميز مال الاكل ها ومن يدخلون من يجون يعانون الغيحي من الخوخ يقولون اليوم ماما جابت خوخ ايه كان كلش الفروت مالهم عطيره كلش عطيرة إيه كلش جنيكي بالعمارة قد قلين كانت كلش سير بيردي محميات شلون كان آه ما عندهم محمي لا كانوا يسوون جفوف بينو كراتشي يشعلونه بغا بالبيت ويدخلونه بالقبة كنا نقعد خلف الجفوف كلتنا يعني بقنانة كانت تتعب تيجي تريد تقعد بقى إذا شافت بقى من يقوم الولد يعني أمنون كانوا إيش يقول هاي أمانة من مش ربينه يعني حتى ما حد يقعد بينه ولا ذلك كان بقى تيجي نانا تقعد يقول لقنا أمانة من مش ربينه يا غادة قمين كنت قلوا ليش مش ربينه أماني جوفيف أنا تعبانة يا غادة أنا أقعد ما إلا أنتم بقى يدخلونه للقبة لما ننام نشيله من القبة هاي بقبة النومة؟ بقبة النومة بقبة القعدة نخلي جفوف كراتشي ما كان عندنا مصروبات بالعمارة وكانت بيغدي ثلج البغد قارس كنا نتغطى الحيف وحرام بعدين وكلش بيغدي كانت البيوت شرقية لما نروح للأدب يعني إذا قمنا بالليل نريد نروح للأدب كلش كولد كانوا يخلون قعادة بالقبة على مود ما يقدر يقوم يروح بس أنا كنت أقوم كنت أروح للتويلت كم واحد باللي ينام بالقبة من نومة كان عندنا فت قبة إحنا كنا لا قبل ما جت لبنيتي كنا ولدين وبنيتي وأمي وأبوي كنا 50 ننام بالقبة بالعمارة يعني الأب والأم هم الأم والأب والولاد من كبرتم من كبرنا ما قلت لك بنينا بيت يعني وقعدنا فنانا فالأمهات كانوا بالأول كلش بكيرفول يعني يخافون كانت لني قبة على البالكون يعني بنت لي صغيري أشقل لكم قد هاي ها بس توسع شرباية وهاي جيران القبة مالها والولاد ينامون بقبة بحد ما تخليني أنا ويا الولاد كانوا كلش يخافون كانوا كلش يعني هني عندهم مخ بس يعني أخوة بس يعني كل شيء قيصر بالدنيا بس هم كان عندهم مخ يعني كانوا ينامون الاولاد بالهاي اللي كانت نيم يجرن القبه ماله القبه يعني هاي صغيره الاولاد ينامون بغير قبه زين وكان اكو اكل مخصوص بالشتي يحميكم لا الاكل اي كان يسوون شلغام شوندا المخضر يعني كانوا يسوون يطبخون يعني مخضر بس ما كانت متوفره هالقد الجيجي كان ياكلها البيت كلته يعني احنا خمس ما كان يعني يو كانت افورد تو باي ما عندك فلوس انت تقدر تشتري اكل ياكل كثير مثلثه الجيجي ياكلوها نفرين نو احنا جيجي كلتها تتسوى من هاي البويلر وهذا يطعنوا جن حلو رقبه وهذا يطعنوا بصله صدر وهذا يطعنوا بصله من الفخذ وهذا هاي ويطبخون مرق وتمن ويخلون عليهن فيجيتابل فيجيتابل يعني انواع الفيجيتابل اكونيكي همين مخضر كلتها بينز ويعني هاي ايش اسمه فاصوليه
كل شيء كانوا يخلون يعني. وهاي صبونا كل واحد يطعنوا معه، وبامية كانوا يطبخون يعني، هاي جيجي كله البيت يأكله. وإذا جيب نص كيلو لحم هذا ينغاد العائلة كلها تأكله، نص كيلو لحم ونص عظام. كيف ما كان أفورد تو باي أنت لحم إيش ما تغيده، وجيجي ما عندك فلوس اللي يتوفر هيك تقدر تشتغل. وما كنا نشتغل فروت، كانوا يطعونا بس بالشباك يعني، يطعونا فروت، يطعونا تفاحاي، لو تفاحاي لو برتقلاي، وحتي لا تفاحاي ما كان، بس برتقلاي يطعونا كل شباك يعني للولادات، لأن ما كان فلوس يشترون بها هاي. وكانوا يسوون حلاوة بيدهم يعني، حلاوة من هاي من العراق يعني، يسوون حلاوة ويخلون لوز وهاي، كانوا هيك اللي يسوونه. وكانوا يغلوه للفروت مالهم، كان عندهم كثير فروت يسووها مربى، التين والخوخ والمشمش، كل شيء كل شيء كانوا يغلون مربى. وطماطة كان يسوون معجون؟ اي كان يسوون معجون طماطة، تجي بالصيف طماطة كثيرة ويعصروا لها الطماطة ويخلوها بالشمس، ومن التبس يخلوها يسووها معجون ويخلوها بالشيش، يخلون دايرة ملح على مود لا يعني تتلف. بالصيف بالصيف كنت بتنام بالصيف؟ بالصيف اي بالصيف اي إيه إيه قبل جون ايش اسمه الشهر، ابريل ماي ماي جون جولاي اوغست سبتمبر، كريته بالصيف فخشة بالصيف، وكله من احنا ننام جوا. وتنق من الماء شلون؟ تنق نسوي تنقاي من الماء من العصر، نخليها بقى يعني بالسطح على مود تبغد. تبغدي. بس كان كم بير هميني؟ بير كان اكو بيوت بها بير. زين اشلون كنت صغير كلش ما كان اكو ماي يعني تاب ووتر مثل يعني، الماء شلون كان يجيك؟ ها لا كان يجينا تربع انا من اتذكر انا اي 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 بالعجل سوى لا تربع بالعماقة بالعماقة اي اي تربع بس ما كان كهرباء، كانوا يسوون فانوس، كانوا يسوون لمبات ويسبوها ويشعلوها من وقت العصر بس تظلم، يشعلوها ويومية يرتبوها لاي ويسبوها كهرباء مكان. بس من ساعة الكهرباء بس انا اتذكر عشان ساعة الكهرباء، وصار عندنا كهرباء نفتح أتريك نسد أتريك يعني we are very lucky. وصار عندنا عقبة جاء عندنا الراديو، راديو كان كلتنا نقعد صوب الراديو نسمع يعني إيش ما يحكي الراديو، وعقبة جاء التلفزيون وهاي يعني شوية شوية الحرارة تقدمت. بس ما ينقض عجباني that's very good. وكان حديقة we have no حدائق كيف ما كانت، كانت البيوت شرقية ما كانت، حتى أهلي بنوا يعني قبل 65 سنة بيت أوروباوي يعني يسمونه، بس بينوا خمس غرف فوق، بس هو شرقي هو طبوق وتغسله دائما، وأكو حمام ومطبخ، وحتى تحمي الماي بقدر غسل من هذا الكبير يعني من نغسل. ايش كان يسمونه هذا القدر الكبير؟ قدر غسل، قدر غسل يسمونه، قدر غسل مو لقان وطاش. لا 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 كان عندنا حمام بالاول، بالاول كانت شوت قبل ما احنا بنينا البيت، طشت. ها طشت اي طشت شوت ايه. كنا نقعد بالطشت ونخلي تخته ويغسلونا بالطشت ويحمون ماي بعد القدر الغسل ويغسلونا ويقيمونا، كانوا يغسلونا بالاسبوع مرتين يعني بالصيف اثنين والخميس، بس بالشتي كانوا يوصلوننا الجمعة أو الخميس. كيف ما أكو يعني شين كثير ميات كثيرة وينغاد تحمينه وينغاد آية، فمو مثل هسا حمامات إيش ما تريد وحقود وش من تحمونه على إيش؟ بالشعلة. ما بالشعلة ما كان عندنا قبة كان عندنا قبة خاصة من الشعلة يجون العرب يشيلون على غاسين هاي يجون من الصبحيات ويبيعوننا شعلة. وإيش كنا يعني عقول هاي خشب 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 يجيبوننا خشب ونشعل يعني بالخشب ونطبخ بالخشب. هتطبخونا بالخشب؟ ايه نطبخ همين بالخشب، كنا كوانين ونطبخ بالخشب. بعدين طلعت اللمبة كوانين كنون هيك كنون يسبوات كني 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 فد فد بيت يسبوالو حجار ويركب القدر علينا وهذا كنون يسمونه ايه، ونخليها يعني نشعل بالكنون ونطبخ التمن والمرق. ويطلع دخان كثير؟ بلي كان يطلع دخان والمطبخ أسود فما كانت مثل هسا، ما كانت مثل هسا إيه. كنا يعني نطبخ بالشعلة. بعدين من شوية كبرنا طلعت اللمبة لمبة، كنا نطبخ على اللمبة بس اللمبة كلش بطيئة إيه. وبعدين طلع الطباخ،
كانوا يجيبون طباخ ويخلونه طباخ ونطبخ على الطباخ. زين قبل ما تطلع اللمبة اللي تبيتها شلون كانت؟ ها على الكنود. ها الكنود ويبقى الشباث كله ويبقى الشباث والضوء والضوء يبقى جواته يجي الشباث كلته يخلون علينا بيض يخلون علينا حيوة حيوة إيه حيوة هم كانوا يخلون علينا وبيضعة بيت ويقلون بابنجان كانوا من يقلون بابنجان على مود الدهن يروح يجيبون يخلون على المعون حطب حطب أخفاء برفع هاي زيت مزولية يخلون حطب أخفاء وتخلينه البابنجان على الحطب ويصنصل الدهن من عنده كيف كانوا يقلون يخلونه ليثيوم يقلونه لو يقلونه ها ميشون قيشون غير هسه قيشون رماد علينا ليش شو طيب طيب, طيب نعم يقلونه بس نخلينه على انا اخلينه هسه اذا اخلي باذنجان اخلي اول جريده ثلاث اربع قوط واخلي تشو من المطبخ ثلاث اربع قوط وابدلها يعني دائما دي لثيني يوم اظل ابدل بيها لما ما يصفى بينه دهن. وش تقلون كنت؟ ها كان طوات كبار ايه؟ من هاي السودان يقلون بيها كان طوات ايه؟ والدهن ايش تستعملون؟ سيغج كان سيغج كان لازم تحققه دهن السمسم دهن السمسم هسه دهن السمسم موجود بس it's very healthy طبعا طبعا إيه كان سيغج لازم تحققه كلش تخلي بينه بصلة حتى يروح الريحي ماله بصلة على متوقع بصلة على مود الروح الريحي اوكي قص بصلة وتخلي بينه إيه وهذا يبيعونه بالعراق كيف اكو سمسم اكو سمسم اكو سمسم اكو يعني كان خاص يبيعون بينو زين سيغج كلمة يهودية بس الإسلام مش كان شيرج يسمونه هاي يسمونه شيرج شيرج إيه إحنا نسمينه سيغج كنا نقلي بينو يا عبالي منين جت الكلمة. This is the end of the track. Unfortunately it will automatically go onto another unrelated track. I suggest you come out of the website and then if you wish to see all the recordings, you can go back to the website by keying in www.soundcloud.com and then search for Ellie Timon. Thank you.